ما نعمل محاكاة لفيلم الكوارث الجوية بتاع ناشونال جيوغرافيك. طبعا الأفلام الوثائقية دي كلها السيناريو حقها واحد، في البداية بيجيب لك المقدم يتكلم يوريك الحاصل شنو. كانت الطائرة تبعد حوالي 300 متر عن سطح البحر، وكان كابتن الطائرة يحاول إبلاغ برج المراقبة بتحطم الطائرة. يجي شنو حسي دور الكابتن؟ نداء إلى برج المراقبة، نداء إلى برج المراقبة، لقد تحطم المحرك الأيمن. أكرر، نداء إلى برج المراقبة. ما في فايدة، يقوم يرجع شنو للمذيع؟ كان الجهاز لا يعمل. معناها الطيارة شنو؟ وقعت الأمور جاطت، الطيارة دق على الرب وبعد ذاك يمرقوا أربعة أنفار بيكر عينهم. سبحان الله، حركات كيزان كده. يعملوا معاهم المقابلة لأنه الحادث قديم عمره 600 سنة. يجيبوا لك زول عجوز كده وراه شاشة سوداء اسمه في الركم مارك روبرت يحكي لك الحاصل شنو. ولأنه الأفلام الوثائقية دي دائما مدبلجة من أفلام إنجليزية، بتسمع كده أربع خمسة كلمات إنجليزي والكلام بعد ذاك يقلب عربي. Well, I think it's أعتقد بأنها كانت كارثة عظيمة جدا وقد توفي فيها العديد من الأشخاص. إنني لا أشعر بالأسى على أسر الذين ماتوا. Victims family. برضو يجيب لك واحدة كانت في الطيارة معها شافعة، والشافع كبير بقى عمره 6 سنين، خدت جنبها وتحكي إنها كانت قاعدة وخايفة. We survived. لقد نجونا بأعجوبة. كنت أحتضن ولدي وأقول له لا تقلق.